مناحل السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين انا اسالك في عرض حق سناب الحور بروحه، بس سناب الحور اللي يجيك يقول لك سناب الحور. عندي عرض وللحور خاص خاص، بس شاط يقول لي سناب الحور بس. تم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا زاير المزرعه وفي تقرير في اليوتيوب بحطه لكم. عسل السدر وعسل بالمكسرات والابدع وعسل الابدع حبوب اللقاح، طبعا هو الوحيد اللي ينتجه بالكميات في الحاسه كلها، ويمكن ربما انا ما بقول مناطق ثانيه، بس هو المتخصص فيها حبوب اللقاح وعنده تجربه ذق طعمها واقرا عنها. هذا بالنسبه لحبوب اللقاح، وايضا عنده بالشمع موجود، وهذا كشط ايضا موجود. ما ابي اتكلم اكثر من كذا، مناحل السيف وبحط تغطياتي في اليوتيوب السابقة لمناحلهم من ثقتي، ثقتي هذا مناحل السيف. بهاشم، بهاشم طبعا زعل حيدر، ليش العرض بس حق سناب الحور؟ حيدر اللي يجري على البنبرة يجري على التينة. نعم، شو تقول بخليل؟ أقول اللي يجري على البنبرة يجري على التينة، اللي يجيك من طرف سناب الحور أو سناب حيدر بس. ها بس تم، لازم يقول لي هذا متابعين الحور، هذا متابعين حيدر، بس على راسي. يعطيك العافيه. تم تم، بحط ارفع الشاشه بوديك على تغطيته مباشره. وبشرته يعطيك العافيه، له تغطيه ايضا في قناتي في اليوتيوب. ابداع الرجل ابا عن جد، ما شاء الله. حبيب قلبي، تمور محشيه، شوف 1 2 3 4 بانواعها، وانتاج السنة بعد ما تقول تمر العام، صواني، عندك ضيوف، عندك كذا، بتتجمل ويا احد، شوفك عليك الله. شوف 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 بالله عليك شلون التقديم وشلون التجميل شلون صاير. اللي يجي من سناب الحور ولا سناب حيدر العيسى بس ارفعوا الشاشة، بيجيكم تغطية سابقة لهالجميل. موسم لومي، وعندي في قناة اليوتيوب أيضا. حياك الله الحلو، شلونك؟ شو الصحة؟ حلو وعائلته حلو، طول عمرك حبيب قلبي. طبعا عندي تغطيات كثيرة في قناتي في اليوتيوب أيضا موجودة عن اللومي الحصاوي بأنواعها، شنه وين المزارع وين طريقة العناية فيه وتقليمه. طبعا احنا في أيام موسم الحين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشمس الجميل، وعجبني انه قاعد ما استخدم غراش قديمه، وهذا اهم شيء. طبعا دخل عندنا الطرشي، احنا في الحسم ما كان عندنا بشكل عام الا في السنوات الاخيره الناس اهتمت فيه ما شاء الله، وايضا عبوه كاتمه، هذا ممتاز جدا، هذا ممتاز عجبني. هذا شنو هو؟ هذا اللي عصرنا اللوم، خلصنا اللوم ناخذ القشر انزين ونجففه. طيب يعني احنا تقول هذا بديل للوم عمان اللي احنا نستخدمه؟ نعم. سؤال، تقول بديل للوم عمان؟ نعم. مر؟ لا ابد ابد، اضوق. بسم الله الرحمن الرحيم. شم الريحه بعد، الريحه شيء فاخر من الاخر، فاخر من الاخر. بس انتهينا، جربوه. انا باخذ من عندك خرشب بحقها وبجربها في الطبخ عندي، اضبطت بسوي لك اعلان بروحك مستقل على هذه، انا بجربها عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، شو اللي عندك بعد؟ موجود، شفت هذا اللومي؟ هذا الركن كله خاص باللومي، بحط لكم كرته ايضا، وموجود الجميد طبعا عادها، الجميد ما نتحكى ايضا موجود. يعطيك العافيه. صقر يا هلا، وين اللوز؟ حبيبي والله انا ادري بمنتجاتك، بس اليوم كلامي على اللوز. السلام عليك. عليكم السلام، حياك الله. حياك الله. طبعا اللوز، خلونا نتكلم وياكم بس افر الكاميرا لحظه. طبعا اللوز من الفواكه اللي شرحت مبيدات. شلون شرحت مبيدات؟ رش المبيدات فيها، لانه احنا بنشوف دائما مدود 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 ونعود في هالدوامه. طيب شلون ما يطلع مدود؟ لازم ترش، ففي كميه مبيدات. ايش قاعد يصير؟ قاعد يصير الحين انه ينباع في المزارع مباشره، ومزارع مسكره ومزارع كذا، غير ينباع في الحراج. اذا ما ينباع في المنصه وكذا وينباع في المزارع مسكره وحالتها حاله، يبقى الرقابه على المبيدات مزعجه جدا، مزعجه جدا في كثير من المنتجات
أهم هاللوز، لأن أرجع وأقول اللوز مبيداته واجد. مع بشرة اللوز صاحب هالمزرعة في القطيف، كلم عنه عدل أبو محمد وأرسلته لك، قلت إنتاج المزرعة ما ينزل إلا عند من ذا؟ عند جاسم صقر. بس حبيبي أنت ما قصرت، رايتك بيضة، كفيت ووفيت وخدت إنتاج المزرعة. الله يعطيك العافية. وبيض الله وجهك انك دلتنا على الشخص الفذ اللي زي ما شفته في القطيف كله. ابو حسن السلطان، حسن السلطان ابو علي، من اروع اروع اروع. وزرت المزرعه ووريت الناس شلون مزرعته وشلون مهتم في اللوز بشكل كبير. انا اتحدى اللي مشكك يروح يفحص مبيدات وبقايا مبيدات على هاللوز، هذه انا اتحدى باي مبلغ. انا بالنسبه لي تحدي. طبعا انا ما بدخل في موضوع ضرر المبيدات وكذا. على العموم ابو محمد، نعم. اطروح ولومي والباميه والبوبي والبطيخ والترنج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والعيش الحساوي. اقول لك شيء ابو محمد، اليوم الصبح انا ويا ابو عبد الله جعفر الجبران والعزيز الغالي اخوي زكي السالم، نعم. كنا نتكلم عن الباميه الحساويه. اقول لك قصه، قبل اسبوع اشتهوا العيال المثلج. نعم المثلج، مو بالحساوي، لا المثلج. وحق هالنعمة رمينه صادق، بناتي الصغار والله العظيم بناتي الصغار ان ما حبوه، قالوا ما نبيه. تعود على الصغيرات، تعودوا على الحساوي. نعم. عاد الحين سعره شوي غالي، كم الكيلو؟ ب40 ريال. والعبد الله 35. بس تم، اللي يجيك العبد الله عطى 35، ما تحجر. يعطيك العافية حبيب قلبي. ابو محمد بعد المهرجان في طريق الخليج جنب العنابي، اصلا موجود هو، بس هذا يعني اللي بيروح حين موجود في جنب العنابي. كل المنتجات الحساوية الموسمية كلها عنده طول السنة، بنحط سنابه، يستاهل. يلا ابو محمد مساك الله بالخير، مقصر ويا هالرجال وقدام السناب هذا، انا اقول انا المقصر، انا المقصر يا بعد شبدي، لا خلا ولا عدم على راسي. طبعا هذا اكبر منتج، ليش اكبر منتج؟ قصب السكر، اكبر مزرعه قصب سكر عند هالمومن. هذا كم باقي؟ كم باقي على قص قصب السكر؟ اول الشتاء شهرين. انا بجيك قبل القص، اتفقنا؟ ابي اصور لكم المزرعه صور غير. يعطيك العافيه. اول ما تدخل طبعا عندك اليسار الباميه واللومي والهلالي، واللي تالي على الزوالي ياكل رطب هلالي والليمون الحساوي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خير، وترنج، وبعد عنده الثوم ايضا موجود. 85,000 مشترك في قناته في اليوتيوب، صورته وعندي في القناة وياه تقرير أيضا في قناتي أبو سلمان الحمادة. نظامك تعي دولة يطبق الآن، منتشر عالمي الحمد لله رب العالمين. أستراليا، ألمانيا، الشام، العراق، المغرب العربي، مصر، دول الخليج، ومجموعة من نحالين الحسة، مجموعة خاصة طبعا، منهم مناحل السيف موجود مشارك هنا، وعندنا ابو مختار ايضا حمزه الابراهيم مشارك، يعني ثلاثه يشتغلون بنظام تربيه النحل الطبيعي موجودين في مشاركين في المهرجان. عندها عسال وما بتحكى، طبعا تعالوا جرب شو اللي عنده موجود. لا تدري شلون انا بقول لك، مو بقصة الذواق، يوم جاوا خوالي عندك البيت اول حاجه لاحظوها شن هي؟ الرائحة، رحم الله والديك، قبل الذوق الرائحة. أبد من تفتح العلبة، من تفتح يبين لك أساسا المجلس. تعرف تمسك المجلس. أنا أقول لك يعني متابعيني، أنا أقول لكم أنا خوالي شيء مهم. خوالي أنا رحت للبيت عند جاري هو، ورحت عند المجلس فتحوا، بس الإثل كان ذاك اليوم واحد منهم، بس ذا يوم المطر، يوم المطر رحت الإثل كان ذاك اليوم في العسل موجود. قبل الذوق الرائحة، العسال مشكلتها مشكلة، وتربية النحل أيضا مشكلة، والعسل ثقة، والعسل ثقة، بس انتهى الموضوع. العسل ثقة، بحط أرقام التواصل وقناته وهو في اليوتيوب، دخلوا على قناتي اللي يبغى يستزيد في تقرير خاص عن نظامه.
ابو حسن حبيبي ابو احمد، منتجات اللومي الحساوي في الحسا الحين شو اللي موجود عندنا؟ ايش تطلع من اللومي؟ ما في الا المشمس الجميد المعصر بس. الان احنا اليوم ايش سويت انت فيه؟ دخلت في قيبوبه يا عمري. ابو حسن تدري شلون؟ طلعنا بشيء جديد. شيء جديد اثلج صدري وقلبي وعمري كله. وعاد ترى ما في كميات، لا يقولون الناس بعد نبي ومستعجل، صبروا علينا. نعم. انزين شنو هو؟ خلونا دقيقه دقيقه ابو مختار. طبعا قبل ما اكمل، ابو مختار صديق واخ وعزيز، ينتج صوابين كثيره جدا. البيت انا ما يستخدمون الا صابونتك. عاد طلعت بشيء جديد. اشوف 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 ابو مختار صابونة اللومي الحساوي. هذا اللومي الحساوي جبنا منه صابونة. افتح خلي يجربون الناس. افتح يا ابو احمد. فيك لا 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 غير ابو حسن. ابو حسن غير. طبعا صبروا عليه ترى ما في كمية، موجود بس في المهرجان. عقب المهرجان يمكن يبي له اسبوع. اشوف طبعا منظر على فوائدنا. ما نبي فوائد. انا ما ابي فوائد. بعدين بعدين انا بتكلم على صابونة اللومي الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف لحظة خلي يشم ريحتها. لا تحكي وصلت يمي. لا اله الا الله. ابو حسن ابو حسن ابو مختار صابونة اللوم الحساوي. الله 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 الله, الله. عفسنا المحل. الله الله يا ابو صابونة اللوم الحساوي عند ابو مختار. نظارة للوجه، نظارة البشرة. انا لي ثلاثة ايام استخدم ابو مختار، انا لي ثلاثة ايام استخدمه وهذا شفت وجهي متغير الحمد لله. وانت تعرفني طول اليوم في الشموس من مزرعة لمزرعة. طبعا ابو مختار عنده بالاضافة الى الصابون اللومي، ها صابون السدر بالعسل. سدر بالعسل، ركزت سدر بالعسل. بسم الله الرحمن الرحيم. عسل عسل وكركم. وهذه بعد شو اللي عندك ابو مختار؟ وصابونة العسل. وبعد شو اللي وين مره اخذناه؟ صابونة المورينجا للبشرة الدهنية. هذا صابونة المورينجا البشرة الدهنية ابو مختار. البارحة انا وامي في سوالف فخل اقول لك. ابو حسن ابو حسن ابو حسن تعال 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 شم 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 شم. ايابا تدري شنو هذي؟ شم 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 شم. انت يا اخوي انت مش جايب لي انت؟ هذا من ابو مختار. ابو مختار هلا والله. البارحة انا ويا الوالدة الله يحفظها والله العظيم وحق لا اله الا الله. وهذا انا طبعا ما عمري حلفت، والناس اللي تابعني تدري انا الحين لان امي شهدت في قهوة نواة التمر مالت ابو مختار الله يرحم والديك. كثير كثير لكن مثل نواة التمر مالت ابو مختار انا ما لقيت. بحط لكم ارقام تفهموا وياه. واليوم شيء يعتز بشهادة والدتك شيء ثاني. شوف انا بحط رقمك والناس تصطفل انت وياه. الله يعينك طول عمرك خدمتك حبيبي. لا بحط الرابط والناس تدخل على الواتساب مباشره. بس توكل على الله. بس حديث عن البذور الأحصائية. والآن موسم زراعة، ترى باقي يومين المهرجان الجمعة والسبت. القريشي كل البذور الأحصائية الأصيلة موجودة عند أبو حسن. إنزين طبعا هو وأبوه وعمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محافظين على سلالات البذور الأحصائية. بسم الله الرحمن الرحيم. البقدونس والرشاد والحلبة والقرع والحلوة وبذرة البامية الحساوية. بسم شاء الله ما شاء الله. والفجول أيضا موجود. هذا بر المزرعة الوحيدة اللي تنتج البر في الحسا. ها شوف 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 ما شاء الله. شفت هذا البر اللي وطحين البر. طبعا هذه المزرعة الوحيدة اللي تنتج البر. القرع شوف هذا القرع. الله 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 شوف الجراوة يسمونه جرو. هذا طبعا بذرة القرع. شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد في كيسة ملبدة هناك. انزين خلي اطلعها لك. دقيقة دقيقة خليك وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها انا ما علي من احد. طلع ايش مكتوب على الكيس؟ شوف هذا الجزر الحساوي اللي الناس تدور بذرته ويبي يبذر الجزر الحساوي يلاقيه عند ابو حسن. متى بذرة الجزر الحساوي؟ من شهر 10 يبتدي البذر. يعني بعد اسبوعين اللي يبي يبذر يجي ابو حسن. جزر حساوي كل خيرات الحسا وتقاوي الحسا الأصيلة كلها موجودة عند هالرجال. بحط لكم رقمه، ارفع الشاشة وادخل واتساب اطلب اللي تبي. البرسيم خلينا نتكلم عن هذا. بذرة البرسيم إذا ما تصير نظيفة ومخبورة البل الرئيسي اللي فيها دائما ويعرفونها اللي زرعوا البرسيم اللي هو الجهد شبيك. نعم يسمونه الحامول بنو يسمونه الحامول الأصفر. طبعا هذا مزعج جدا جدا. نعم. يطلع مع البذور اللي مو بنظيفة صحيح. والمزارع اللي ما هي بنظيفة لكن خلاص بعد. أنا مسوي عن تغطية كاملة طبعا
عندي في القناة باليوتيوب عن تطعيم السدر. خذت ترند ترى تطعيم السدر، تطعيم السدر في قناتي باليوتيوب، وأيضا عن البرسيم الحصاوي كان في كلام وتغطية كاملة. أنا زبدة بحط لكم رقم، أرفع واتساب واطلب من عندهم مباشرة. يوم الحنين، يوم النخام والطيبين، يومي يا طيبة يا الحسا هواك لي وحسنين، يا نبض في قلب الفرح ناجيت لك صدر شارح، يا حلوة في أرضك سحر بينك دواء للعاشقين، يمي يا طيبة يا الحسا يم الوفا والطيبين. أحسن أنا قلت البر، شو اللي فيه البر؟ أنت شو سويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنا نفلق في الجريش، المفلق والجريش من البر الحساوي. اي نعم، البر الحساوي ممتاز. طيب ويكون فيه اي من طحين البر الحساوي. طحين البر الحساوي ما في اضافات ولا كيماويات ولا 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 محسنات اللي احنا نشوفها في بعض الطحين وكذا، لا هذا طحين صافي من البر مباشره. بحط لكم رقمه وعاد موجود، وهذا شغله شغله. طبعا خل اقول لكم، ابو حسن بذور تطعيم شجر، ايضا فسايل ونخيل، اللي يبغى فسايل ونخيل اي صنف، قلع فسايل، غرس فسايل، قلع نخيل، جثايث، كلها موجوده عند ابو حسن. محمد السلطان مساك الله بالخير، خذناك من هالحبيب قلبي. عسل المنقروف السنه الماضيه صورناه، ولهم تقرير خاص عندي في القناة بحطه لكم وشوفوا. أسرار أسرار روعة جدا وأبدعوا، ربي يبارك لهم. عبد الله العامر متابعين سناب الحور، شلي لهم أبي خاص حق متابعين سناب الحور بسرعة، أبي شيء ما حد عطى، مو بتقول لي سعر الزبون، لا مو سعر الزبون، عطني طلع منتج. هذه منتج العسل الأبيض من عسل المنقروف. دقيقة، العسل الأبيض من عسل المنقروف، مو بالعسل الأبيض اللي يجينا من برا، أنا أتكلم عن إنتاجكم مال المنقروف. إنتاج بعد ما يتبلور نحطه في جهاز خاص للخاص، إيه، وبعدين نفس الطعم نفس الريحة نفس خواص المنقروف، اللون والقوام فقط لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم. السعر 95 ريال لعبد، ربع كيلو. هذا بس المتابعين، هذا بس المتابعين عبد الله العامر. ربي يبارك لك ويوفقك ويرزقك. برفع لك، بحط لكم التقرير وارقام التواصل. حمدان حبيب قلبي، سامي اللي يجي من عبد الله العامر سناب الحور، شلي له عيوني له. تسلم، عطنا بسم الله الرحمن الرحيم. انت تقول انك عائله، واضح عسال بلديه، نضمن لك من بعد الله سبحانه وتعالى انها بلديه. زهور منقروف سدر حرام شام 350 لك 300 اللي يجي مطرفك هي عرض 1 2 3 وشامع 300 هي بعرض 350 لك 300 بيض الله وجهك. عطنا كل واحد انواع وايد صغيره صغيره ويبيها تشكيله، ربع برسيم بلدي، ربع زهور بلدي، ربع منقروف بلدي، ربع سدر بلدي، 150 كيلو. كيلو ب 150 مشكل. ايوه فترة المعرض فقط. اليوم مباشر. توصل داخل الحصالة عيونك مجاني. بس تم، يعطيك العافية. عطنا بعد شو اللي عندك. احنا ايضا اللي تميزنا فيه طال عمرك عسل قتادي جبلي. ما شاء الله. في له لونين، هذا دخل مع ضيافة تشوفه احمر، في لون ثاني طرزة جديدة من بعد قاعدين نفرز فيها. لونه فاتح مقارب للماي لونه. ما شاء الله. جدا. فوائده ابحث عنها. فوائده خلاص تبحث عنها والكل اللي كذا بس خلاص. على العموم بحط لكم رقمه، ارفع الواتساب مباشره، ادخل عليه واتساب. حمدون ما تحكى، يعطيك العافيه. اشوف ايش عندك اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دائما يبدع. غير سوى ايس كريم تمر، انا تخصصي رطب خلاص، فسوينا لكم ايس كريم الرطب خلاص. دقيقه واحده،
بعيدا انا ادري ايس كريم وشغلاتك حلوه حيل حبيبي. بعد المهرجان وين القوك فيه؟ طبعا عندنا اول جديدنا حاله رطب خلاص بعد ما شاء الله تنافس في اي حلا سويسري ولا فرنسي شاء ما شاء الله. تلاقيني في المنصوره عند دوار المنصوره عرب التمر هندي بس. هو هذا السؤال على الاقل الايس كريم هناك؟ لا مو هذا الحين خلص المهرجان شلون يعني وين القى التام وين القى الايس كريم؟ ما يصير كذا شوفوا لنا حال. عطني رايك بسرعه ما يحتاج انت مبدع يعني ما شهادتي فيك مجروحه. وين الدكتور ولدك اليوم وينه؟ اليوم ما بعد الله يجيبه بالسلامه ما شاء الله. ابدعت يا ابن المنصوره ابدعت الله يعطيك العافيه. خمس نجوم فوز الطعام. المشكله عقب المهرجان وين القاك فيه؟ في قلبك يا بعد جنبي رتب حالك ما يصير والله كذا. خذ نصيحه من اخوك حبيبي. انت منتجك خمس نجوم حرام تظلمنا تظلمنا احنا اني ما اكل هالمنتج في خارج اوقات المهرجانات. رتب حالك طالبك طالبه طالبك طالبه هذه طالبه قدام المتابعين. تظلمنا والله تحرمنا هالطعم الزين حبيبي. ويصير نجي وما نشوف نايف التفت عاد ولا عصر. يا مرحبا هلا هلا شلونك شلون الصحة اخبارك طول عمرك نايف مبدع ركنه موجود. بس انا شايف شيء هناك دوك دوك شلونه دوك دوك اللي في القفة حنة وسدر اي ما شاء الله فدر الحنة هذا ورق الحنة اي ورق عدل هذا ورق السدر ما شاء الله. اهلا وسهلا بالجميع يا مرحبا يا مساء والدلع ونايف حبيبي. ما يحتاج اخو صديق عزيز يعطيك العافيه الله يطول عمرك حبيبي. كان الجميل محمد البلادي عسل وكذا بس انا شدني صناعات التحويليه اللي عندك شدني لوشن الوجه والجسم شو المميز فيه؟ مميز انه مصنوع من منتجات نحلية طبعا كل هالمنتجات هذه لكن هذا فيه طبعا العسل يتكون من العسل وفيه زيت جوز الهند. عسل وزيت جوز الهند ما شاء الله. ايضا فيه كريم الهالات السود. كريم للهالات السود ايضا كله من منتجات النحلية. هذا شمع وعسل ما شاء الله ومرطب شفاه. اوه هذا جديد شنو هذا؟ هذا مزيل عرق. هذا طبعا فيه الشمع من شمع النحل. شمع النحل ايه وحاط عليه بعض المركبات زياده مركبات لكن طبيعيه كلها طبيعيه علشان تطلع مزيل عرق بدون مضار بدون مضاعفات لا تغير في اللون حاجات طبيعيه ما شاء الله صاير في شلون ما شاء الله. لا ابدعوا اهل الحس هالحمر شنو هذا مرطب شفاه ايه تسلم منتج من شمع النحل وفي طبعا اللون لون طبيعي من ملون الطعام يعني ما يأثر ولا اي حاجه يعني صالح حتى لو ابتلع منه ما يأثر ما شاء الله كلها منتجات نحلية كلها ان شاء الله. شو المحاضرة الجميلة يعطيك العافية شلونك شلون الصحة أخبارك شلونكم مكتب الزراعة أيضا لا حركه ما شاء الله. أنا ودي أتكلم ودي أقول بس اليوم صورنا واجد يعطيكم العافية. شو أخبارك مهندسنا مهندس عبد العزيز شلونكم طيبين؟ في خلايا بشرية هنا من مكتب الزراعة قائم المكتب على أكتافهم يعطيكم العافية جميعا ما قصرتم والله العظيم المجهود اللي تسوونه مو بشوي حبيب قلبي منكم نستفيد أبداً. طول عمرك حياك حبيبي طول عمركم جميعا حياك الله مهندسنا حياك الله يا صديقي مهندسنا. كنا نتكلم عن اللوز شارف المبيدات صح ولا لا؟ في مزارعين ما يحاضرون في هالموضوع طبعا في تعدي المعتبر في استخدام المبيدات. احنا دائما ننصح بان لا تتعدى النسب المسموح فيها في استخدام المبيدات لا في الوقت
زين نسبة التحريم احترمها، نسبة التحريم وكمية الخلط، وكمية الخلط وقت التحريم هذه إذا كانت 20 يوم بعد 20 يوم ممكن تبيع، لكن إنك ترش اليوم وبكرة تبيع هذه مشكلة تسبب مشاكل صحية في المستقبل على المستهلك نفسه. طبعا أنتوا مكتب الزراعة الحين عندكم رقابة في السوق ورقابة ميدانية على المزارع مضبوط؟ عندنا زيارات زين ناخذ اللي هو عينات من السوق وعينات من المزارع لحساب نسب المتبقيات المفيدات. والتمور عليها رقابة من عندكم؟ حتى التمور جميع الأصناف. يعطيك العافية مهندس حبيبي. السلام عليكم، شكرا من القلب. كميات الصابون كلها خلصت البارح، شكرا متابعيني اللي وصلوا ما حصل صابون ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله راح توفر من جديد. شكرا جزيلا متابعين الجدد، حياكم معانا سناب الحور، سناب زراعي مهتم في الشأن الزراعي والبيئي. متابعين القدامى ايضا محتاج فزعتكم في قناتي في اليوتيوب، كل اللي عليك ارفع الرابط ادخل القناة تفرج على المقاطع سوي اشتراك وفعل زر الجرس. أهلا بكم جميعاً.